موجز التاسع من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية وفي أخبار الطقس، وما شهدته أغلب مناطق الوطن من تقلبات جوية مصحوبة بتساقط كميات معتبرة من الأمطار، مما أدى إلى تسجيل حالتي وفاة يتعلق الأمر بكل من الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات والتي كانت مفقودة ببلدية بوحشانة بولاية جالما، وطفل يبلغ من العمر 9 سنوات توفي ببلدية خميستي بولاية تيبازا، كما خلفت أيضا أضرارا مادية على مستوى عدد من المباني والمرافق العمومية. ومتابعة للتقلبات الجوية، خلية متابعة لوزارة الداخلية تم من خلالها تجنيد جميع المصالح المحلية ميدانيا للتحكم في الآثار المسجلة، كما تم إعادة السير العادي لحركة المرور بعدد من الولايات بعد استكمال عملية امتصاص المياه من المسالك والطرق المغمورة من طرف المصالح المعنية، فيما تواصل الهيئات والمصالح المختصة تواجدها وتجندها الميداني عبر مختلف الولايات المعنية إلى غاية العودة الكلية للوضع الطبيعي. وبولاية أم البواقي، تهطلات أمطار غزيرة شهدتها عدة بلديات تسببت في غلق بعض المحاور والطرق الولائية بسبب فيضان الأودية دون تسجيل خسائر بشرية، وبفضل تكاتف الجهود بين جميع الفاعلين وبين وحدات الدرك الوطني والحماية المدنية والأشغال العمومية، تمت إعادة فتح العديد من الطرقات الوطنية التي كانت مغلقة. هذا وأعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية عن تحسن مؤقت في أحوال الطقس نهار اليوم، ثم عودة الأمطار الرعدية بداية من ظاهرة غدا السبت على الولايات الغربية ثم الوسطى، لتكون أكثر غزارة يومي الأحد والاثنين المقبلين. تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن يكون تحسن تدريجي، إذا راح الأمطار تنقص تدريجيا. إن شاء الله يوم الجمعة يكون تحسن على أغلب المناطق الشمالية، وحتى يوم السبت راح نعيش استقرار في الوضعية الجوية، ولكن إن شاء الله مرة أخرى راح يكون عندنا موعد مع الأمطار ابتداء ببداية الأسبوع القادم. بمقر وزارة المجاهدين وذوي الحقوق عقدت ندوة تاريخية موسومة بالأرشيف السمعي البصري، تم خلالها عرض الفيلم الوثائقي كيان رحلة إلى الجحيم، سيناريو وإخراج سعيد علمي ومن إنتاج وزارة المجاهدين. العمل الوثائقي عينه عينة من أشكال المعاناة والظلم المرتكبة في حق الشعب الجزائري، سلمت نسخة منه إلى ممثل المدير العام التلفزيون الجزائري مدير قناة الذاكرة لتبث على قنوات التلفزيون الجزائري، وذلك اهتماما بالبعد الوظيفي للأرشيف السمعي البصري. السلسلة الوثائقية تاع كاليدونيا جزء من الذاكرة تاعنا، يعني ونفاو ما بين 15 حتى 20 ألف، حتى الآن ما نعرفش العدد الحقيقي نتاع المنفيين. بالطبع احنا السلسلة الوثائقية هذه تستنطق التاريخ من أجل أول حاجة استرجاع هذا الجزء الذاكرة نتاعنا اللي منسي، كذلك حاولنا باش نبين ونبرز المعاناة تاع المنفيين دوليا. الآن وبالمغرب، دعت هيئات سياسية وحقوقية ونقابية مغربية لتنظيم وقفة احتجاجية أمس بالرباط في هبة اجتماعية لصد الهجمة الخطيرة على الحريات العامة ومواجهة كل القرارات والتشريعات التصفوية بالمغرب، مؤكدة على ضرورة وقف كل أشكال التضييق والمتابعات على خلفية الاحتجاجات المطالبة بالحق في العيش الكريم. ونختم نشرتنا بالرياضة وإلى منافسة كأس الجمهورية، حيث توجه اليوم شبيب تصاورة فريق أولمبي شلف في النصف النهائي الأول الذي يحتضنه ملعب ميلود هدفي بوهران. المقابلة تتابعونها بداية من الساعة 6 مساء على قناتي 6 الشبابية و4 الأمازيغية، فيما تلعب غدا السبت ثاني مباراة نصف النهائي بملعب شهيد حملاوي بقسنطينة بين نجم مقرى وشباب بالوزداد. بهذا ناتي لختام الموجز، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.